حتمية الظفر بنقاط الثلاث شعار يدخل به أبناء الجسور المعلقة شباب قسنطينة مواجهة ضيفهم الإسماعيلي المصري في إطار جولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، وهم قاب قوسين أو أدنى من وضع قدم في الدور المقبل يدخلهم التاريخ من أوسع أبوابه، إلا أن ذلك لن يكون سهلا في ظل الغيابات خصوصا على مستوى الهجوم. لابد من الظفر بأربع نقاط لضمان التأهل الرسمي للدور المقبل. لا، منافسنا سيفعل كل شيء من أجل الفوز لأنها الفرصة الأخيرة له، لهذا ستكون المباراة صعبة. الأمر الإيجابي لنا هو أنه في حال تحقيق الفوز سيحررنا ذلك أكثر، وستكون مواجهة ذات طابع تكتيكي بالنسبة لنا. التعادل هذا حفزنا أكثر وأكثر باش نعود إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية غدا باش نوضع القدم، ونقول نوضع القدم، ولكن 90% باش نحققوا التأهل للربع النهائي إن شاء الله. أظن أن المقابلة ما تكون سهلة، خاصة أن الفريق الإسماعيلي يلعب يعني حدود الأخيرة، يحاول يعزز حدوده. أظن أنه ما زال 9 نقاط الفريق الإسماعيلي، يحاول كيفاش يستغل الفرصة باش يتأهل للدور الربع النهائي. مباراة قسنطينة بالنسبة للإسماعيلي المصري الجريح بعد التعثر الأخير بميدانه ستكون مباراة رد الاعتبار واللعب لآخر جولة لإنعاش حظوظ التأهل من جديد، والتعثر ممنوع رغم الغيابات المؤثرة في تشكيلة المدرب البلجيكي سيدومي يانفيسكي. بكل أسف ضيعنا نقاط الفوز في مباراة الذهاب وبميداننا، وضيعنا فرصا عديدة للتهديف. الآن لدينا نقطة وحيدة كما تعلمون، وما زالت هناك مباريات تنتظرنا، لكن الامتحان الحقيقي والأخير سيكون الآن. ماتش صعب جدا، فريق قسنطينة أول المجموعة وفريق قوي جدا، هنقدر إن شاء الله نعمل اللي علينا، والنتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. تبقى السنافر لحد الساعة في أحسن رواق لعبور هذا الدور في ظل تسيدهم للمجموعة، سيما مع أفضلية استقبالهم لمنافسيهم على التوالي بملعب الشهيد حملاوي. في المقابل تحلم الدراويش المصرية بتحقيق المعجزة بعد عودتها من جديد في هذه المنافسة.